تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سائل المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل، كما عبر عن خالص تهانيه لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولسمو نائب الأمير وولي العهد بعيد الأضحى المبارك، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يعيده على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سمو نائب الأمير وولي العهد دوام الصحة والعافية. وقد أعرب سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى ما أبداه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الفضيلة، ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.